الماضي، المتتبعين الأوفياء، المتتبعات والمشاهدات الوفيات كذلك، مرحبا بكم في عمل جديد. يعني هذا العمل سيكون مختلف عن سابقه. في هذا العمل قمنا بزيارة لمدينة أثرية وتاريخية من أهم المدن التاريخية والأثرية في المغرب بل وعبر العالم، ألا وهي مدينة وليلي الأثرية. So let's go to visit Walili, let's go to watch the video, and let's meet at the end of this video, okay? هنا بدأت الرحلة على متن الباص في محطة زين العابدين قرب ساحة الهديمة المعروفة في اتجاه مدينة مولاي إدريس الزرهون، والمعلومات في التيكي أسفله. يعني كانت رحلة جميلة وهذه هي بدايتها. وهنا سنكون على مشارف حمرية بعدما استقلينا الباص لمدة لم تكن لا بالقصيرة ولا بالطويلة، وما هو أساسي أنها كانت يعني مدة ممتعة قبل أن نصل إلى حمرية، حيث بدأ عدد الركاب في الازدياد لتمضي الرحلة. بدأنا التوغل في حمرية في اتجاه وليلي المدينة الأثرية التاريخية، لكن قبل ذلك سنتوجه إلى مدينة مولاي إدريس الزرهون. وهنا اقتربنا من مولاي إدريس الزرهون، حيث تفصلنا كيلومترات قليلة عن مولاي إدريس الزرهون. وما لفت انتباهنا هو هذه القنطرة الرائعة، ويعني الطبيعة الخضراء التي رافقتنا ونحن على متن الباص في اتجاه مولاي إدريس الزرهون. هذا هو الدوار الأخير، وهنا المنازل الرائعة والشوارع الجميلة لمدينة مولاي إدريس الزرهون الرائعة بطبيعة الحال، لتتم رحلتنا بشكل رائع. لنصل إذن وفي الأخير إلى مدينة مولاي إدريس الزرهون، ولنترككم مع الأستاذ محمد قجي ليعطينا نبذة تاريخية حول المدينة. إذن هنا مدينة المولى إدريس الزرهون، أحد المدن التاريخية بالمغرب التي توجد قرب مدينة مكناس. يعود اسمها إلى مؤسس دولة الأدارسة، الدولة الأولى التي تأسس في المغرب الأقصى بزعامة المولى إدريس الأول والأكبر، الذي بعد فراره من معركة فخ ومن بطش العباسيين في معركة فخ سنة 786 ميلادية، قدم إلى قبائل أوربا تحديدا في وليلي لتتم مبايعته من طرف إسحاق الأوربي، ويتم تأسيس دولة الأدارسة
على يد المولى إدريس الأول في 788، وفيها انطلقت أول دولة في المغرب الأقصى بزعامة المولى إدريس الأول، من هنا تحديدا بمولى إدريس زرعون، أحد المدن العريقة والتاريخية بالمغرب. لنستقر وبعد مشاورات حول يعني أخذ الطاجين كغذاء، وكان بالمناسبة رائع وشهي. ونحن الآن في الساحة المؤدية صوب ضريح المولى إدريس زرهون، حيث تتواجد المحلات التجارية والمباني البيضاء. تنتهي هذه الساحة بهذه البوابة البيضاء التي بجوارها محلات تجارية. هذه البوابة تؤدي إلى هذا الممر، بما هو ممر رئيسي يؤدي إلى ضريح المولى إدريس الأكبر، المولى إدريس زرهون. هذا الممر يتميز بدوره بطغيان اللون الأبيض واللون الأخضر والزليج المغربي الأصيل. عبره يمر زوار الضريح ذكورا وإناثا من مختلف الفئات العمرية. ما لفت انتباهنا كذلك هو أن هذا الممر طويل طويل بشكل كبير، ومن خلاله يستطيع الزوار الوصول إلى البوابة الرئيسية والأخيرة صوب ضريح المولى إدريس الأكبر. كما تلاحظون يعني على شكل بشكل محصن نوافذ قديمة، نوافذ أثرية قديمة. كل ما في هذا الممر صراحة يستحق الانتباه ويستحق الاهتمام. هنا زوار الضريح في ذهاب وإياب، ما يعني أن المكان يستقطب عدد مهم وكبير من الزوار، كانوا مغاربة أو أجانب، ولا سيما أن الزوار عفوا الأجانب يعشقون التراث المغربي بشكل كبير. صادفنا عدد كبير منهم داخل الضريح، في ممرات الضريح، في مخارجه ومداخله، كما في كل الطرق المؤدية إلى مدينة المولى إدريس زرهون أو إلى مدينة وليلي التاريخية والأثرية. لنترككم يعني تلاحظون جمال وزخرفة هذا المكان الرائع. البوابة الرئيسية والأخيرة المؤدية صوب ذلك الفناء الواسع الذي يتواجد أمام بوابة الضريح، ضريح المولى إدريس الزرهون. كما يعني أتينا بأفكار مسبقة أن الفسيفساء هي التي ستطبع المكان، لم تخيبنا يعني الحقائق التي وجدناها تنطبق مع ما كان في مخيلتنا، كما هو ملاحظ في الصورة. فسيفساء وزخرفة رائعة ورائعة جدا، تعكس مدى عراقة تراث المغرب وتاريخه المتجدر والضريب والضارب عفوا في القدم. كما تلاحظون أسقف منقوشة
بشكل جد رائع، بشكل جد رائع. كما تلاحظون لازلنا داخل أحد أجنحة الضريح، مزخرف بشكل رائع ورائع جدا، تكاد لا تمل من روعة وجمالية هذا المكان المفرش أيضا بزرابي، زرابي حمراء. وهنا مكان الإمام، يبدو أن هذا مسجد، مسجد يعني تتم العناية به بشكل كبير. نحن الآن على متن سيارة تاكسي، سيارة أجرة كبيرة، متجهين إلى المدينة التاريخية، مدينة الوليلي. على طول الطريق المؤدية إلى هذه المدينة التاريخية والأثرية، ونحن على مشارف هذه المدينة الرائعة التي تبدو من هذه النقطة، تبدو يعني ما بقايا آثار البناية. وما يعني لفت انتباهنا أيضا هو توافد عدد كبير من السياح على هذه المدينة الأثرية، كما توضح وسائل التنقل المتواجدة هنا على مشارف هذه المدينة الأثرية. ونحن على بعد دقائق للدخول للمدينة، وهذه هي البوابة الرئيسية المؤدية إلى مدينة وليلي الأثرية. إذا نحن داخل هذه المدينة، وكما تلاحظون توافد عدد كبير من السياح على هذه المدينة الأثرية. هنا آثار توضح مدى عراقة وتجدر هذا المكان وضربه في القدم وفي العراقة. مكان رائع جدا يستحق الزيارة بكل تأكيد. نترككم في جولة في هذا المكان الرائع. وليلي أو الفوليبيليس أو قصر الفرعون على اختلاف التسميات التي كانت تعرف بهذه المدينة الأثرية بالمغرب، التي تم إدخالها ضمن المنظمة العالمية لليونسكو سنة 1997 كأهم المدن الأثرية في العالم. يعني تمتد على مساحة شاسعة وواسعة أكثر من 20 كيلومتر، يعني مساحة شاسعة. يعود تاريخ تأسيس هذه المدينة إلى الحقبة الرومانية، تحديدا القرنين الثاني والثالث الميلادي. كان لها دور بارز وأساسي في عهد الرومان، كانت من أهم العواصم، عاصمة هذه المنطقة، خاصة قبائل أوروبا الأمازيغية في الفترة الرومانية. كان لها دور كذلك بارز في تأسيس دولة الأدارسة، باعتبارها كانت في الأول هي العاصمة قبل تأسيس مدينة فاس من طرف المولى إدريس الثاني، ومن ثم تم اتخاذها عاصمة للدولة الإدريسية بطبع الحال، مدينة فاس. إذا هذه هي وليلي أو قصر فرعون أو الفوليبيليس، أهم المدن الأثرية في المغرب. هنا نشهد تواجد عدد كبير من السياح الأجانب، مختلف الجنسيات، مختلف الفئات العمرية، ومختلف اللغات.
ما يعني أن التراث المغربي ذائع الصيت عبر المستوى العالمي، وهو تراث عالمي يستحق كل يعني التنويه، يستحق المزيد من الاهتمام والرعاية، المزيد من العمل على صيانته والحفاظ عليه والتشهير به كذلك. Audio Jungle.